السلام عليكم ورحمة الله البنات شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فيديو اليوم راح يكون مميز جدا لأنه حنا مع, مع بعض مخمرية وهي عبارة على عطر يلصق في الجسم وفي الشعر يعني إذا كنت متزوجة يعني هاي هاي بزاف يبقى لك نهار كامل يا البنات لأنه هذه الفكرة هي فكرة سعودية يعني دار الخليج كامل يبيعوا مخماريات وجدين أنا بالنسبة لي كان عنا شريط مخمارية مريم راح نقول لكم رأي فيها الشخصي والآن نحن مع بعض هذه المخمارية وقبل ما نبدو الفيديو الفيديو تاعنا العاده والعوايد واللي التحيه تروح الناس جيجه الكامل نحبكم موت واللي تابع فيا من اي ولايه قول لي من راهم يتابعوا فيا باش نعملوا مع بعضنا دائما تحيه لولايه معينه اذا البنات قولوا لي راكم تتابعوا فيا وتحيه الناس الغربه تحيه الناس الشرق الجنوب الشمال الوسط ناس العاصمه الطيبين شكرا لكم على التعليقات الجميله ناس الصحراء ناس القبائل ناس الشاويه شكرا لكل واحد يتابع في هذه القناه ودعمها بالكلام الطيب اذا المخمارية واش دير اول حاجه اللي شعرها متقصف راح تعالجه لكم لانه فيها الفازلين ثانيا راح لكم الشعره تاعكم وتخليها ريحتها تهبل لمده اسبوع كامل وكاين حاجه اخرى انه حتى الجسم تاعكم يولي طري ورطيط بهكا ومليح وفيه ريحه تهبل وتقدروا ديروها دائما دائما بعد الدوش لن تؤثر عليكم كاينه حاجه اخرى انه العطور مستعمله في المخمريه تتحكم فيها انتم واش مثلا انا عندي بارفان تكون اوريجينال بارفان اصلي اللي هي البارفان الاصلي تكون خاليه من العطور فبالتالي كديروا هكا بومب زوز فيها راح تعطيكم واحد الريحه تهبل وثاني حاجه تقدروا تستعملوا فيها الزيوت الأساسية، ولا تقدروا تروحوا لهذوك اللي يبيعوا في العطور، تقول ما تخلطوا ليش العطور بالكحول، يعني اعطوني الزيت فقط، يعني اشروا أي بارفان من عندهم وديروها، المهم عطيت لكم كل الحلول البنات راح بدو على بركة الله، راح نحتاجوا في المكونات تاعها علبة تاع فازلين، أنا هنا فقط راح نخلط كمية صغيرة فقط، علبة فازلين، نحتاجوا إلى ملعقتين صغيرتين من الجليسيرين الطبي مرطب منعم ومعالج البشرة ويحفظ الماء، خاصة البنات اللي متزوجات يكون عندهم مشكلة في السواد في الجسم راح يرطب ليكم وراح يبيض ليكم نحتاج الى زيت الورد ينقي البشره سوبر بيان ويقضي على المسام الواسعه في الجسم وكذلك يقضي يا البنات على جلد الاوزه يعني زيت الورد هايل هايل درجه ما ويعطينا ايضا عطر كذلك راح نحتاج الى اهم حاجه هنا في هذه الوصفه واللي هي المسك المسك انا بالنسبه لي هذا بعثه لي اصدقائي من السعوديه كان شركه بعثت لي مسك حبوب الاصلي وانا اصلا كان عندي وزد بعثوا منه فهذا يهب لي البنات واللي ما عندوش يشري مسك سائل خير وخير باش يعني آه كما قلنا حنا يتخلطين بالخف في الخلطه واللي ما يحبش ريحه المسك يكتفي يكتفي فقط بالعطور الاصليه ولا الزيوت الاساسيه نبدو على بركه الله الان ثم نخلطوا اول حاجه الخلطه تاعنا اذا البنات راح نبدو في المكون الرئيسي اللي هو الفازلين من الاحسن تشروه اوريجينال يتباع في الصيدليات تقولوا اعطيني فازلين يعني طبي خالي من اي مواد ماهيش مليحه اوكي هذا هو انا عندي هذا مليح شريته من عندهم وديما نعاود نشريه واللي حب يعني ما تكونش فيه رائحة يشري بدون رائحه يعني شيء طبيعي مئة في انا هذا فيه زيت اللوز الحلو لكن معليش ما يقلقنيش احنا الى ملعقتين راح ندير غير ملعقتين هكا والبنات هذا راح يطول لكم حتى الشعر لانه فيه الفازلين رائع وكيفاش نديروه بعد ما ندوشو جف الشعر نحكمو نديروه هكا اول حاجه درنا الفازلين وكما قلت لكم فازلين يكون مليح اشروه من الصيدليه راح نديرو فيه الجليسيرين اول حاجه هكا نخلطو شويه اذا البنات نزيدوا ملعقه ملعقه هذه راح ملعقه كبيره لانها كبيره بزاف لكن ان انتم استعملتوا مثلا ملعقه صغيره ديروا زوز ملعقه من الجليسيرين الطبي يدير ألف رخيص ولكن صدقوني الميزه تاعو انه كي يديروا هذه المخمريه الجسم تاعك ما يبقى ناعم لانه يحفظ الماء داخل البشره وهذا ينصح به الاطباء دائما هنا عندي زيت اللوز الحلو راح نديرو ايضا ملعقه عفوا زيت الورد غلط نديرو ملعقه هذا هو اللي رائحه جميله جدا جدا اول حاجه حنخلطوهم وبنات زيت الورد ينحي القشره لانه المخمريه هذه الشعر كذلك الجليسيرين يحفظ الشعر من التساقط الفاضي يعني هذه الخلطه تعطر الشعر وكذلك تعالجه هنخلطوا جيدا قبل ما نزيد ليه اي حاجه حبيت نقول لكم انه من الاحسن انكم تجيبوا عود سائل يعني عطر عود سائل او تديرو كما هنا راح ندير غير رشه خفيفه من هذا اللي هو المسك تاع الحبوب الاصلي اذا البنات راح ندير الان كميه بسيطه بسيطه جدا شوفوا ندير كميه بسيطه من المسك هكا. ما واللي ما يحبش ريحه المسك انا صراحه وحده من الناس ما نحبش ريحه المسك هذا شويه ريحته ما تبانش كانه مسك ديروا عطر ديرو عطر اصلي روحوا لهذاك اللي يبيع في العطور يمكسي فيها قول يعطيكم شويه زيوت يعني آه يعني كما قلنا الخلطه تاع العطر بدون كحول فهمنا هكا ونخلطو ونحطوها في عبوه شوفوا البنات راح نجيبو على الجسم تاعنا هو مبلل بعد ما يشيح شويه فقط ونبدو ها هاكا نديرو هاكا بالخف بالخف يشربو الجسم ويعطي له يهبل ولمعان وكذلك يغذي البشره ها والان راح نجيبو اي عبوه عندكم ولا ترجعوه يعني جوست ترجعوه في الباطه تاع الفازلين قادرين تستعملوا علبه كيما هاك تاع فازلين راح نعطيكم قداش فيها امال انا نظن فيها فيها 110 غرام هذه ديروا فيها زوز مغارف تاع جليسيرين زوز مغارف تاع زيت الورد الحلو وديروا معاها رشه رشه صغيره من المسك ولا من العود السائل وبعد خلاص خلطوهم يا البنات ورجعوهم في العبوه تاعكم وحطوها في الدوش ديروا منها للشعر وديروا منها للجسم تاعكم تفهمنا ها هي عبوه وصدقوني رائحه تهبل تهبل يا البنات خير ما تشرو عطر غالي وهذه تعالج الشعر وتعالج الجسم كان هذا هو فيديو اليوم البنات ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تستفيدوا دائما معايا وكش ما عندكم اي وصفه حابينها خلوا في التعليقات وكن جربتوا المخماريه قبل قولولي لي عليها وخلوا لي تعليقاتكم وتهلوا في روحكم والسلام عليكم